أنا أتحدث عن الميثاق الملي التركي، لا أتحدث عن أي منطقة كردية أو غير كردية، وإنما ما صرح به أردوغان والخارطة التي عندما يتحدث وزير الدفاع التركي، الخارطة التي موجودة خلف ظهره، دققوا بها ستجدون بأنه يأخذ كامل إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى الموصل ويضمها للدولة التركية. هذا ما يجب يتم محاربته. لكن كرديا هناك حوار، وسيبقى الحوار مستمرا إلى أن يكون هناك حل. الرئيس مسعود برزاني هو بنفسه كان الوسيط في إحدى الجولات الحوارية بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل أو بكردستان الجنوبية هو يأتي ضمن الحل الشامل للقضية الكردية في تركيا وفي شمال كردستان. هذا ما سيكون.